ملعن ابو امريكا، لا ابو امريكا، لا ابو اللي اسسها، لا ابو من حكام خاضعين الى الكيان الصهيوني، الى امريكا، على بعضها، على فرنسا، على الدول هذه الاستعماريه. الى متى وحنا نظل بهذا الهوان؟ الى متى واحنا نبقى شعوب عربيه بيدنا سلاح اللي هو الكتاب القران اللي توحدنا عليه وقلنا رايه لا اله الا الله محمد رسول الله؟ والله يا بكره ان احنا بالقدس. قزم بلوس، انتم بالاساس شو اللي وداكم هناك؟ انتم اصلا بعد سقوط الدوله العثمانيه ما اخترنا حكامنا يا حبيبي، والله ما اخترنا حكامنا. احنا لو اختار حكامنا احنا كشعوب عربيه، والله مو هذا حالنا ولا هذا الخنوع اللي احنا فيه اساسنا اليوم. احنا هم ما عزنا الله الا برايه الاسلام، غير رايه الاسلام لا حد يقول غلته عندنا حاكم الفلاني ولا حاكم فلاني، كلهم يستريحون. ولا الدم الفلسطيني ولا الدم العربي، الدم المسلم هذا اللي موجود هناك، هذا مو منه فيني قاعدين على هالكراسي، ها الى ما الله يشوف لهم ان شاء الله شوفه.